أهلا بكم في هذه الجولة اليومية مع الصحافة العالمية، ونبدأها دوما بأهم العناوين. واشنطن بوست تقول إن تركيا تنقلب على اللاجئين بسبب تصاعد القومية. والستريت تقول إن الجفاف يضر بأكبر اقتصادات العالم. فاينانشال تايمز تقول إن انكسار يسار الوسط في إيطاليا يفتح الباب لفوز اليمين المتطرف في الانتخابات. أهلا بكم إلى التفاصيل. وتتصاعد في تركيا يبدو مشاعر معادية للمهاجرين بعد عدة أحداث معادية للاجئين تترافق مع تصريحات محرضة من مسؤولين أتراك. صحيفة الواشنطن بوست تناولت هذا الموضوع في مقال يحمل هذا العنوان: مع تصاعد القومية تنقلب تركيا على اللاجئين الذين رحبت بهم ذات يوم. الصحيفة قالت إن اللاجئين السوريين اختفوا يوما ما الأسبوع الماضي وأغلقوا متاجرهم في أحد الأحياء التي ما زالت تشوبها الكراهية، وذلك في ذكرى حادثة وقعت خلال أغسطس العام الماضي عندما حدثت أعمال عنف وشغب عقب اتهام شاب سوري بطعن مراهق تركي خلال مشاجرة في منطقة في أنقرة. أشارت الواشنطن بوست إلى أن تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين خلال العام الماضي في تركيا أدى إلى اعتداءات مميتة على اللاجئين وهجمات عصابات منظمة على أحياء معينة، وهو ما تصفه الصحيفة بالتحول الخطير بالنسبة لتركيا والتي كانت تفخر بالترحيب بالسوريين وتستضيف ما لا يقل عن 4 ملايين لاجئ سوري. وأضافت الصحيفة أنه في مواجهة انتخابات حاسمة العام المقبل تعهد الرئيس أردوغان بإعادة 1 مليون سوري إلى الوطن، وهي سياسة ينظر إليها على أنها غير عملية وغير قانونية كذلك، ولم تفعل سوى القليل لإسكات دعوات خصومه لاتخاذ مزيد من الإجراءات. أشارت واشنطن بوست كذلك إلى تزايد المخاوف بين السوريين من أن خطوات أكثر جذرية قادمة، بما في ذلك أن أنقرة قد تعيد العلاقات التي قطعت منذ فترة طويلة مع حكومة دمشق، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرضي القوميين الأتراك الذين يرون أن دعم أردوغان للمعارضة يساهم في أزمة اللاجئين. ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أستاذ جواد جوب. مرحبا بك معنا أستاذ جواد في الصفحة الأولى وعلى شاشة الغد. لماذا قد تتحول تركيا والتي كانت تحتضن أكثر من 4 ملايين سوري إلى كل هذه الأحداث العنيفة والمعادية للاجئين السوريين أستاذ جواد؟ تحية لك ولمشاهدينا الكرام. طبعا السياسة الخاطئة التي اتخذتها الحكومة التركية من البداية بالنسبة إلى سوريا جرت الأمور إلى هذه النقطة. حقيقة الأمر أن القومية ازدادت في تركيا بشكل متطرف جدا. في بعض المدن والمناطق أصلا السوريون صاروا أكثر من الأتراك، وازدياد عدد اللاجئين السوريين هنا في تركيا سببت مشاكل بالنسبة إلى الشعب التركي وأحد مشاكل الاقتصادية. أسبابها يقولون أنه تواجد السوريين هنا في تركيا بكثرة. يعني عندما لكن تركيا هي من أعطتهم كثيرين من السوريين، هي من أتاحت لهم الفرصة لذلك أستاذ جواد، والآن تريد أن تطردهم من جنتها. يعني ليس مفهوم هذا التحول في السياسة التركية الآن. طبعا يعني بالنتيجة يعني ما كانت الحكومة التركية تتفكر أنه الأمور سوف تصل إلى هذه النقطة، والسياسة كانت خاطئة بهذا المعنى. الآن عدد اللاجئين صار أكثر من 4 ملايين، فقط السوريون بشكل رسمي طبعا يقولون أكثر من 10 ملايين، أفغانيون، باكستانيون، إيرانيون، عراقيون، يعني صارت العدد يعني كثيرة جدا وسببت مشاكل في بعض المدن. ويعني في مواجهة هذه المشكلة صارت القومية متطرفة جدا. بعض الأحزاب يعني في حملات الانتخابية يقولون نحن نرحل جميع اللاجئين بشكل إجباري إلى بلادهم خاصة السوريين، وهذا يعني يرى جوابا إيجابيا
ردة فعل إيجابي من الشعب التركي يعني بشكل صريح. نعم. اها طيب، هل ظهرت هذه المشاعر القومية التركية ضد اللاجئين بشكل مفاجئ مع تزايدهم او مع التصريحات واللي كانت لافتة جدا للرئيس اردوغان عندما قال باننا سنحول اللاجئين السوريين، اكثر من مليون لاجئ سوري الى سوريا، يعني متى بدأت المشاعر القومية في الظهور؟ يعني منذ سنتين أو 3 سنوات صارت القومية أكثر وأكثر بصراحة. يعني المعارضة اجتمعت حول ترحيل السوريين بالإجبار، أو مثلا يقولون نحن سوف نلتقي مع حكومة سوريا ونهيئ الأرضية في سوريا حتى يرجعون وغير ذلك. بصراحة يعني الأزمة الاقتصادية كلما تزداد في تركيا، الشعب يفكرون أنه سبب الرئيس هم تواجد اللاجئين. طبعا ليست هكذا، يعني بالنتيجة سياسة الحكومة التركية الاقتصادية كانت فاشلة جدا، لكن بشكل عام في السنين الأخيرة صارت القومية متطرفة جدا، ونحن نخاف من صدام بين السوريين والأتراك في مناطق هنا وهناك، وخاصة في حملات الانتخابية قريبة، ونخاف من يعني متطرفين من الجانبين السوري والتركي بشكل صريح. هل هو مقدر هذا الصدام أستاذ جواد؟ والآن يعني ما هي الإجراءات اللي على الحكومة التركية أن تتخذها لتقليل حدة الاحتقان في الشارع التركي مع اللاجئين؟ طبعا نحن نعيش في اسطنبول، بعض المناطق في اسطنبول خاصة مثلا في منطقة أسانيورت نفترض أو باغجيلار، مناطق يعني صارت غريبة جدا، أتراك صاروا أقلية هناك، وهذا هذا يصير سببا لصدام. يعني مثلا المؤجر التركي مع المستأجر السوري، صارت الإيجارات غالية وأسعار البضائع غالية جدا، وكأن السوريون يسرقون يعني مصاريف الأتراك وغير ذلك. ليس هكذا، طبعا السوريون هؤلاء نشطاء جدا في التجارة، لكن الأتراك لم يتعودوا بمثل هذه الظاهرة في تركيا، وأول مرة نواجه مع مثل هذه المشكلة، ولهذا السبب لا يوجد حل إلا اللقاءات المباشرة مع حكومة دمشق، تواصل مباشر بين أنقرة ودمشق ليرجعون هؤلاء متطوعين، لكن لا نرى ضوءا في آخر النفق بصراحة. ما دام هذه الحكومة موجودة المشكلة سوف تستمر. طيب، طالما طرحت أنه سيكون هناك حوار مع حكومة دمشق، يستوجب كذلك شكل من أشكال التغير والتحول في سياسات الرئيس أردوغان سيد جواد؟ طبعا هناك كلمات وتصريحات كانت من رئيس أردوغان، لكن هل يتحركون عمليا سريعا أو لا؟ نحن لا نعرف. كما رأينا تصريحاتهم الإيجابية تجاه دولة مصر، لماذا لم يطبعوا؟ يعني ما قامت الحكومة للتطبيع مع مصر وهي أهم جدا في المنطقة لصالح تركيا أولا، لكنهم رفضوا ذلك، ولا يوجد مثلا خطوات عملية، تعيين السفير التركي إلى القاهرة أو تعيين السفير المصري إلى أنقرة، وين؟ لكن رأيتم كيف تحسنت الأوضاع مع إسرائيل بشكل مباشر وسريع. هذه القضية سوف تنعكس نفس السيناريو في سوريا، تأتي تصريحات إيجابية لكن هل توجد خطوات عملية؟ نتمنى ذلك، لكنه لحد الآن لا يوجد خطوات عملية. شكرا جزيلا، كنت معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أستاذ جواد جوك. شكرا جزيلا لك أستاذ جواد. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. نبدأ الآن مع ديفالت الألمانية تقول إن الاتحاد الأوروبي يتوقع انتخابات مبكرة في تركيا، وتشير إلى أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يشكون في أن الرئيس أردوغان قد يقدم موعد الانتخابات، وأن هناك أسباب عدة في مقدمتها أن الاقتصاد التركي المتعثر يمكن أن يتعافى على المدى القصير بعد الدخل السياحي لهذا الصيف، وهذا يمكن أن يحسن من الحالة المزاجية للسكان.
ايكونومست تقول ان غاز البحر المتوسط يبعث شرارات متطايره بين لبنان واسرائيل، وتشير الى ان الخلاف حول حقوق الاستكشاف قد يتحول الى عنف. الجارديان تبرز تقريرا للامم المتحده يشير الى ان اطفال من كل ثلاثه اطفال بل طفل بالاحرى من كل ثلاثه اطفال دون سن الخامسه يعاني من سوء التغذيه في تيغراي. نيويورك تايمز تسلط الضوء على اتهام رئيس وزراء باكستان السابق بموجب قانون الإرهاب، وتشير إلى أن الاتهام بعد يوم من خان خطابا حماسيا أمام مئات من أنصاره في إسلام أباد، أدان فيه خان اعتقال أحد كبار مساعديه وهدد بمقاضاة كبار ضباط الشرطة والقاضي المتورط في القضية. فاينانشال تايمز تقول ان ارتفاع اسعار الاسمده يهدد باشعال ازمه الغذاء في افريقيا، وتشير الى ان التكاليف المتزايده تجبر المزارعين على خفض الانتاج، ومن المتوقع ان تكون افقر قارات العالم هي الاكثر تضررا. تؤدي موجات الجفاف الشديدة عبر نصف الكرة الأرضية الشمالي الممتد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا والصين إلى مزيد من التعقيد لسلاسل التوريد وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، ما يزيد الضغط على نظام التجارة العالمي والذي يعاني فعليا من ضغوط كبيرة. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع في مقال يحمل هذا العنوان: الجفاف يضر بأكثر اقتصادات العالم. الصحيفة فردت في التفاصيل أنه بالنسبة لبعض أكبر الاقتصادات في العالم أضر الجفاف الذي حدث هذا الصيف بالصناعات، بما في ذلك توليد الكهرباء والزراعة والتصنيع والسياحة كذلك، ما أدى إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كورونا والضغط على أسعار الطاقة والغذاء المتضررة بالفعل من الحرب في أوكرانيا. قالت الصحيفة إنه وفقا لعلماء المناخ فإن فترات الجفاف هذا العام ترجع جزئيا إلى ظاهرة الينيا، وهي نمط دوري للمياه الباردة في شرق المحيط الهادئ يدفع التيار النفاث في الغلاف الجوي شمالا تاركا أجزاء من أوروبا ومن الولايات المتحدة وأسيا مع هطول أمطار تبدو أقل. وأوضحت الصحيفة أن أجزاء من الصين تشهد أطول موجة حرارة مستدامة منذ بدء حفظ السجلات في العام 1961، ما أدى إلى إغلاق المصانع بسبب نقص الطاقة الكهرومائية، كما أن الجفاف يؤثر كذلك على إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا ليصبح الأسوأ منذ 500 عام. في الغرب الأمريكي يعتبر الجفاف والذي بدأ قبل عقدين من الزمان هو الأسوأ منذ 1200 عام، بينما تقول الأمم المتحدة إن عدد حالات الجفاف في جميع أنحاء العالم قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 29% منذ العام 2000 بسبب تدهور الأراضي وتغير المناخ. تتزايد في إيطاليا فرص ائتلاف يمين الوسط لتعزيز حظوظه بالفوز بأغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد الشهر القادم، وذلك في ظل حالة التشتت التي تعاني منها أحزاب اليسار ويسار الوسط. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت الموضوع في مقال بهذا العنوان: انكسار يسار الوسط في إيطاليا يفتح الباب لفوز اليمين المتطرف في الانتخابات. الصحيفة قالت إن تحالف يسار الوسط بين الحزب الديمقراطي وحزب العمل انهار بعد 5 أيام فقط من الإعلان عنه، حيث تم الترويج للاتفاق على أنه يمنح يسار الوسط فرصة قتال ضد التحالف اليميني من خلال كسب دعم الناخبين القلقين من اليمين المتطرف الممثل في حزب أخوة إيطاليا وزعيمته جورجيا ميلوني. ووفقا للمحللين فإن الفوضى التي يعيشها يسار الوسط سيكون لها تأثير حاسم على 37% من المقاعد البرلمانية، ويتوقع أن يحصل مرشح اليمين على 75% على الأقل من تلك المقاعد ضد منافسين أيديولوجيين متعددين.
اعتبر أيضا المحللون أن هناك جبهة موحدة في اليمين، بينما هناك جبهة أخرى أكثر انقساما في اليسار، حيث أن تقسيم يسار الوسط إلى 3 تحالفات مختلفة يضع اليمين الآن في وضع جيد للغاية. أوضحت الصحيفة كذلك أنه وفقا لاستطلاعات الرأي فإن التحالف اليميني قد يحصل على 60% من إجمالي مقاعد البرلمان وبالتالي الأغلبية، ومن ثم فإن زعيمة حزب أخوة إيطاليا اليمين المتطرف قد تصبح رئيس الوزراء المقبل في إيطاليا. بحلول هذا الأسبوع تمر 6 أشهر على بدء الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا. صحيفة واشنطن بوست تناولت هذا الموضوع في مقال بهذا العنوان: بعد 6 أشهر من حرب أوكرانيا أصبح العالم على حافة الهاوية. الصحيفة أفردت في التفاصيل أن الحرب في أوكرانيا عطلت سلاسل التوريد العالمية وحفزت روحا جديدة من التضامن في الغرب بالنسبة للعديد من الأوروبيين. كانت هذه اللحظة بمثابة نقطة تحول في التاريخ. قالت الصحيفة كذلك أن الولايات المتحدة والحلفاء أوصلوا دعما لأوكرانيا بالمليارات، ويعتقد المشرعون من واشنطن إلى وارسو أنه يجب إعطاء أوكرانيا الأدوات اللازمة لتحقيق نصر عسكري حاسم حتى لو كانت هذه النتيجة لا تزال بعيدة المنال. لكن الصحيفة قالت أيضا أن هذا الاتجاه الصاعد قد يتضاءل في أوروبا، حيث أثار اقتراب فصل الشتاء واليقين الكئيب لارتفاع تكاليف الطاقة بشكل صاروخي أثار تساؤلات حول ما إذا كان الغرب فعليا قادرا على الحفاظ على نفس العزم في دعم المجهود الحربي لأوكرانيا للأشهر 6 المقبلة كما فعل في النصف الأول من العام الماضي. وأضافت الصحيفة أنه لا يمكن لأي حكومة بمفردها إدارة الصدمات الأوسع للحرب والتي تضمنت هزات في سلسلة التوريد الزراعية العالمية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أجزاء من أفريقيا وانهيار الحكومات في جنوب آسيا. ونتيجة لذلك يعرب المسؤولون من الدول غير الغربية عن ارتباكهم المتكرر للحماسة التي تظهر في العواصم الغربية. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. الجارديان البريطانية تقول إن أوكرانيا تستعد لهجمات مكثفة بعد مقتل ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين في انفجار سيارة ملغومة في موسكو. لا ريبابليكا الإيطالية تقول إن الهجوم على دوغين يفتح جبهة جديدة للأمن الداخلي لبوتين، وتشير إلى أنه بغض النظر عن من يقف وراء الهجوم فإن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن هذا الهجوم يمثل مشكلة استراتيجية خطيرة لروسيا لأنه يجبرها على تكريس المزيد من الرجال والموارد الآن للدفاع عن أهداف لم تعتبرها معرضة للخطر قبل ذلك. لوفيغارو تقول إنه بعد 6 أشهر من الصراع في أوكرانيا جعل بوتين التهديد النووي ذا مغزى. فاينانشال تايمز تقول إن صانعي الرقائق وقعوا في مرمى نيران التوترات الجيوسياسية المتصاعدة الآن بين الولايات المتحدة والصين. تحت عنوان ليز تشيني تقول إن جماعة سياسية جديدة تستهدف حلفاء ترامب، وتشير إلى أن تأكيد تشيني أن تركيزها السياسي بعد مغادرة الكونغرس سيتجاوز تحدي سيطرة الرئيس السابق دونالد ترامب على الحزب الجمهوري ليشمل المرشحين المعارضين الذين يروجون لمزاعم السيد ترامب الكاذبة بأن انتخابات 2020 كانت مسروقة.
مع تصاعد التوتر الحاصل الآن بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، تتزايد احتمالات نشوب معركة بين الجانبين، بل وأخذت وسائل الإعلام تسرد سيناريوهات تتوقع فيها فعلا الفائز والخاسر في حالة نشوب هذا الصراع. مجلة فورين بوليسي تناولت الموضوع في تقرير يحمل هذا العنوان: لماذا لا نزال نطرح السؤال الخاطئ بشأن الحرب مع الصين بسبب تايوان؟ قالت المجلة إن طرح تساؤلات حيال الفائز أو الخاسر في حال نشوب بحرب مع الصين يعد السؤال الخاطئ، مضيفة أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تصحح المصطلحات غير الدقيقة بشأن الطرف الخاسر والفائز في حالة نشوب أي حرب من هذا النوع. أضافت المجلة أنه لن يخرج أي طرف فائز في حال نشوب معركة بين واشنطن وبكين، وهما أقوى دولتين في العالم، حيث يمكن للصين في البداية تدمير حاملتي طائرات أمريكيتين على متنهما أكثر من 500 ألف جندي و500 طائرة، كما ستضرب تايوان بوابل من الصواريخ البالستية. في المقابل تقول المجلة إن الصين أيضا ستتكبد خسائر هائلة، حيث ستقوم الغواصات الأمريكية وغيرها من القطع البحرية بإغراق الأسطول الصيني قبالة الساحل الشرقي، مضيفة أن كلا البلدين سيتضرر بقوة من جراء أزمة اقتصادية عالمية سوف تقع حال نشوب حرب بينهما لا محالة. أضافت المجلة أيضا أنه في ضوء هذه التقديرات الخطيرة يتعين العمل على تجنب نشوب حرب بين البلدين بشأن تايوان، مضيفة أنه يتعين على تايوان أن تعمل على تعزيز دفاعاتها ضد أي محاولة للاستيلاء عليها أو هارها هذه الجزيرة بالقوة، دون الحاجة إلى الاعتماد على دول أخرى وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا المقال مع فورين بوليسي وصلنا إلى ختام جولتنا مع الصحافة العالمية. أشكر لكم طيب المتابعة ودوما في أمان الله.